ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم بها في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالمحاور الرئيسية التي سنتحدث فيها عن استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين القادمين، أيضا زخات من الأمطار متوقعة على الرياض خلال ساعات يوم الأربعاء تستمر حتى ساعات مساء وليل الأربعاء وليل الأربعاء على الخميس، أيضا مراقبة موجة غبار على مدينة جدة اعتبارا من يوم السبت. نبدأ نشرتنا بصور أقمار صناعية والتي توضح انتشار لبعض الغيوم متوسطة الارتفاع وعالية الارتفاع في عموم المنطقة الوسطى والشرقية. هذه الغيوم عملت على هطول زخات خفيفة من الأمطار على العاصمة الرياض خلال ساعات صباح اليوم الأربعاء. هذه عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة، أي خلال ساعات ما بعد الظهيرة والعصر. يتوقع أن تتكاثر الغيوم متوسطة الارتفاع تخللها بعض الغيوم الركامية في عموم المنطقة الوسطى والشرقية، تعمل هطول زخات رعدية من الأمطار تشمل العاصمة الرياض. بالنسبة لخرائط الأمطار المتوقعة أو عفوا توزيع خرائط الأمطار اعتبارا من يوم الأربعاء، يلاحظ تمركز الفعالية الجوية خلال يوم الأربعاء على المنطقة الوسطى، أيضا أجزاء من منطقة حفر الباطن تشمل العاصمة الرياض، أيضا المنطقة الشرقية خلال ساعات الليل. يوم الخميس تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي في عموم المناطق، لكن منطقة تبوك تبدأ تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، هي عبارة عن امتداد لمنخفض جوي خماسيني قادم من الأراضي المصرية، سيعمل على تجدد فرص هطول زخات الأمطار على منطقة تبوك أيضا أجزاء من منطقة المدينة المنورة. تنتقل هذه الأمطار أو الغيوم الماطرة خلال يوم الجمعة باتجاه عموم المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى بالتزامن مع ارتفاع على درجات الحرارة بإذن الله. بالنسبة لتوزيع الغبار أو خريطة الغبار المتوقعة على مدينة جدة والتوقعات الجوية على مدينة جدة اعتبارا من يوم السبت، تنشط الرياح الجنوبية الشرقية التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار في عموم منطقة تهامة مكة المكرمة، تعمل على انتقال هذا الغبار باتجاه مدينة جدة وأيضا مدينة مكة المكرمة، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية. لذلك ينبه طقس العرب الإخوة المصابين بأمراض التنفسية وأيضا أمراض العيون بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الظروف الجوية. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال الثلاث أيام القادمة، يوم الخميس طقس غائم جزئي 32 درجة مئوية 19 درجة مئوية كحرارة دنيا، يوم الجمعة ارتفاع إضافي على درجات الحرارة 33 درجة مئوية 22 درجة مئوية كحرارة دنيا، يوم السبت يتم مراقبة حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على العاصمة الرياض، تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار 30 درجة مئوية كحرارة عظمى 18 درجة مئوية كحرارة دنيا. كملخص لما استعرضناه في نشرتنا الحالية، كما ذكرنا هناك حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في عموم المنطقة الشمالية الوسطى والشرقية خلال اليومين القادمين، يتم أيضا مراقبة تجدد حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم السبت على العاصمة الرياض، أيضا رياح نشطة يوم السبت على مدينة جدة تعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.